بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان، درسنا النهاردة هنتعلم فيه برنامج مايكروسوفت وورد إصدار 2019، وبرنامج الوورد من البرامج الأساسية للأوفيس. وفكرة الشرح بتاعنا النهاردة هيكون شرح عملي، وطبعا وانا شغال هقول لكم الأمر ده بتاع ايه وبيعمل ايه. اعتقد كده هيسهل عليك فهم برنامج وورد او مايكروسوفت وورد. بس يا ريت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد، وكمان اعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو. ويلا بينا يبدأ موضوع حلقتنا النهاردة. برنامج الوورد من البرامج الخاصة بكتابة الخطابات زي مذكرات الجامعات او الطلاب او الخطابات الخاصة بالشركات وغيرها. هنتعلم مع بعض ازاي نفتح برنامج الوورد. طبعا بعد ما بنسطبه على الجهاز، بنيجي هنا في اي مكان على الديسكتوب، نضغط رايت كليك او كليك يمين ونختار نيو، وبعد كده نختار مايكروسوفت وورد دوكمنت. هيظهر عندي هنا بالشكل ده، او ان انا لو انا منزل ويندوز 10 هاجي هنا عند اداة البحث وهكتب فيها وورد، هيطلع لي التطبيق زي ما احنا شايفين كده. او ان انا بضغط هنا على قائمة ستارت لو انا عندي ويندوز 10 وبنزل تحت كده بلاقي برضو برنامج وورد. لما بفتح برنامج وورد بيفتح معايا الشكل اللي احنا شايفينه ده. باجي هنا عند بلانك دوكومنت عشان خاطر افتح صفحة عمل جديدة. بيجي لي البرنامج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب بقول بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج عندي عبارة عن شوية قوائم فوق كده، ما بضغط على القوائم بيطلع لي الخصائص بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. كل ده نتعلمه مع بعض، ولكن في حاجة مهمة جدا جدا جدا. لما الاقي البرنامج معايا بالشكل ده، اول حاجة لازم اروح اعملها هاجي هنا عند قائمة فيو وهختار او هعلم علامة صح على الرولر او المسطرة. المسطرة دي بتعمل ايه؟ المسطرة دي مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي بتنسق لي الخطابات وبتنسق لي او بتنسق لي الصفحة بتاعت البرنامج. مثلا انا هكتب مثلا اي حاجة، السيد الدكتور المهندس حسام السيد ابراهيم، تمام، رئيس الشركة الوطنية مثلا، تمام. هضغط انتر، بنزل في الصفحة اللي بعدها او السطر اللي بعده عشان خاطر اكتب نص جديد، تحية طيبة وبعد. هضغط انتر وهكتب بقى عادي النص بتاعي، مقدمة سيادتكم، سيادتكم مثلا فلان الفلاني، فلان فلاني من الهيئة القومية الوطنية العربية. يعني ايا كان اي خطاب انا اقدر اكتبه، ممكن اجيب خطاب من على النت واكتبه جاهز. للاسف انا ما عملتش كده لدي الوقت. طيب انا هنا عندي اول حاجة، لو انا لاحظت هنا هلاقي هنا زرار اللي هو سيف ان انا احفظ الكلام ده، وزرار الرجوع، تمام. عندي هنا نقطة صغيرة كده او سهم تحت صغير كده، بضغط عليه. السهم ده بيقول لي انت عاوز تضيف هنا ايه، يعني قائمة سريعة، بدل ما تروح على قائمة كذا وتضغط على كذا، لا انا ممكن اضيف لك مثلا الرمز اوبن ده، بحيث انك بتستخدمه كتير فتقدر ان انت تروح تضغط عليه وتفتح من خلاله اي ملف انت عاوزه جديد. نفس الكلام بضغط عليه، بختار اي حاجة، بختار الايميل، بختار الكويك برينت، اي حاجة انا عاوزها بختارها من هنا. ولكن ده مش موضوعنا، ده بس ايه يعني بوريك كده الحاجة دي بتاعت ايه او بنستخدمها فين. طيب عندي هنا قائمة فايل، فايل دي لما بضغط عليها بيطلع لي بعض الـ الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها، زي نيو ان انا اعمل شيت جديد، زي اوبن لو انا هفتح ملف جديد او ملف وورد جديد، انفو بعض المعلومات، عندي السيف ان انا احفظ، سيف والسيف الاز ان انا احفظ الملف اللي انا شغال فيه دلوقتي او ورقة العمل اللي انا شغال فيها دلوقتي، عندي البرينت والشير نوع الطباعة، وان انا اشير الكلام ده او ان انا اصدره او ان انا اقفل الكلام ده خالص كلوز. ده بالنسبة لقائمة فايل. عندي الهوم فيها بعض الاوامر، عندي الانسيرت درو والديزاين وكل الكلام ده هنستخدمه مع بعض، ولكن شرح عملي زي ما اتفقنا مع بعض. طيب انا عاوز انسق اللي هي الاول كلمه دي اللي هي السيد الدكتور حسام السيد ابراهيم رئيس الشركه مش عارف ايه، عاوز اجيبها شمال شويه يمين شويه، عاوز اجيبها في النص، عاوز اجيبها في الاخر. عندي هنا بعض الخيارات اللي احنا شايفينها دي، زي الالاين ليفت
بضغط عليها بيجيبها لي ناحية الشمال، او السنتر هنا بجيبها ناحية النص زي ما احنا شايفين، او الالاينت رايت بجيبها ناحية اليمين زي ما احنا شايفين. طيب انا عاوز اجيب النص كله شمال يمين فوق تحت، بحدد عليه بالماوس عادي جدا، بقف هنا وبحدد على النص هنا، بجيبه في النص شمال يمين زي ما احنا شايفين كده. طب عاوز اوسع ما بين النصوص، يعني عايز اوسع ما بين السيد الدكتور الفلاني وتحية طيبة بعض مقدمة سيادتكم. عندي هنا الامر ده اللي هو اللاين ده، هنضغط عليه، هنبدأ ان احنا نختار الحاجة اللي احنا عاوزينها او المسافة اللي احنا عاوزينها زي ما احنا شايفين كده. طب عاوز اكبر الكلام ده، باجي هنا عند المكان ده، عندي سهم صغير بضغط عليه وبختار الحاجة اللي انا عاوز اكبرها واصغرها زي ما احنا شايفين كده، او بمعنى اصح عندي حرف الـ A كبيرة و A صغيرة، بضغط على الـ A الكبيرة بيكبر معايا، بضغط على الـ A الصغيرة بيصغر معايا. طيب انا دلوقتي كبرت الكتابة، عاوز اشيل كل التنسيقات اللي موجودة على الكتابة، بعمل ايه؟ باجي هنا عند القلم او الايه عليه القلم ده، بضغط عليه بيرجع لي الكتابة بدون اي تنسيقات عليها. تمام. طيب عاوز اتخن الخط واعمله مايل او احط تحتيه خط، باجي هنا عند الحرف البي ده عشان خاطر يعمل لي البولد، بيدخل لي الخط زي ما احنا شايفين كده، وعندي برضو الاي المايله بيخلي الخط زي ما احنا شايفين بالطريقه دي، وعندي حرف اليو اللي هو بيحط تحت النص خط زي ما احنا شايفين كده. طبعا بضغط بيحط الخط، بضغط تاني بيشيل الخط. طيب عاوز اخلي الخط في النص او في نص الكلام، عندي هنا حرف الاي بي بضغط عليه بيخلي الخط في نص الكلام زي ما احنا شايفين كده. طيب لغاية هنا تمام، الدنيا تمام. انا عاوز مثلا اغير الفونت بتاع الخط، بحدد عليه بالماوس عادي جدا وباجي هنا وبختار الفونت اللي انا عاوزه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اعتقد لغاية هنا الدنيا مفهومة شوية. طيب انا عاوز مثلا السيد الدكتور دي احركها شمال شوية، بعمل ايه؟ بحدد عليها وباجي هنا عند المسطرة المهمة جدا اللي احنا قلنا عليها في اول حلقتنا، وبضغط وبسحب كده ناحية الشمال شوية. طب عاوز تحية طيبة وبعد تبقى مثلا بعدها شمال شوية، بحدد عليها بالماوس وباجي هنا بفضل اتحرك كده لحد المكان اللي انا عاوزه. تمام. طيب عاوز اوسع الصفحة، يعني مثلا انا مش عاوز الصفحة بتاعتي تبدأ من هنا، عاوز تبدأ من المكان ده مثلا، باجي هنا وبقف بالماوس هنا لغاية لما يظهر لي سهمين عكس بعض، بحاول ان انا اظهر السهمين اللي عكس بعض اهو بالشكل ده، بضغط وبسحب كده بيجيب لي حواف الصفحة، نفس الكلام سهمين عكس بعض من الناحية التانية بيجيب لي الصفحة، او بحدد حواف الصفحة من ناحية الشمال. طب عاوز احدد حواف الصفحة من فوق وتحت، نفس الكلام هنا السهمين اللي هي الطوب اللي هي هنا بضغط عليها وبطلع فوق، انا عاوز الصفحة مثلا تبدأ من هنا، نفس الكلام من تحت انا عاوز الصفحة تبدأ من هنا. طب انا عاوز اعمل مثلا برواز للصفحة عشان خاطر يبقى شكلها جميل مش اكتر، باجي هنا عند ديزاين بضغط عليها، باجي هنا عند بيج بوردرز بضغط عليها وبختار هنا الشكل اللي انا عاوز اعمله بوردر. طبعا دي بتكون موجودة في المذكرات بتاعة الطلاب او في الجامعات بشكل اكبر يعني. بختار طبعا الشكل البرواز او البوردر اللي انا عاوزه، وهنا عندي التخانة بتاعت البوردر بختار الشكل ده. طبعا هنا بريفيو بيعرض لي الحاجة او الحاجة اللي انا ايه اخترتها بعد ما بخلص الكلام ده. طبعا هنا برضو عندي بعض الاشكال للبوردر او البراويز او البرواز زي ما احنا شايفين كده، عندي اشكال كتير جدا زي ما احنا شايفين اقدر ان انا اختار منها. بعد ما بخلص الكلام ده بضغط هنا على اوكي. لو نلاحظ لما عملنا البوردر السيد الدكتور طلع فوق شوية، عايز انزلها لتحت عادي جدا، بحدد عليها تمام وباجي هنا، او بمعنى اصح ممكن ما حددش عليها خالص، باجي هنا عند المسطرة الناحية دي وببدأ انزل او احدد حواف الصفحة بتاعتي من فوق لتحت. طيب نفس الكلام هنا، عايز مثلا اجيب دي هنا شوية، نفس الكلام قلنا بنيجي هنا عند السهمين نضغط عليهم وبنحدد حواف الصفحة من الناحية دي، بحيث ان انا مثلا لو انا وقفت هنا في المكان ده بعد كلمة العربية وضغطت انتر بيجي لي عند المكان اللي انا محدده عند حواف الصفحة زي ما احنا شايفين كده. اعتقد لغاية هنا الامور ماشية معاكم بشكل كويس. طيب انا عاوز اعمل جدول، مثلا هكتب مثلا جدول
يوضح الفرق بين، او جدول يوضح اي حاجة يعني، اي حاجة يعني. ده كل الكلام ده طبعا كروكي، كل الكلام ده كروكي. يعني ايه؟ عشان خاطر بس نفهم الدنيا ماشية ازاي بشكل عملي. يعني انا مش هقعد اشرح لك اقول لك دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، انت هتنسى. لكن لما اتكلم معاك بشكل عملي واخش معاك واقول لك انا عاوز اعمل الخطوة الفلانية والخطوة الفلانية بتعمل الحاجة الفلانية، هتبدأ تفهم معايا اكتر وهتجرب طبعا معايا والدنيا هتبقى تمام معاك. انا مثلا كتبت كلمة جدول يوضح اي حاجة وعملت نقطتين وشرطة واضغط انتر عشان خاطر ارسم الجدول. بجيب الجدول منين؟ باجي هنا عندي انسرت، وعندي حاجة اسمها تيبل تحتها سهم صغير كده، بضغط عليه وببدأ اختار الجدول اللي انا عاوزه، عاوزه من كام صف وكام عمود والكلام ده كله زي ما احنا شايفين كده مثلا. ولكن في حاجة أنا عاوز أنبه عليها، الجدول هنا خرج بره البرواز بتاع الصفحة. عادي جدا بحدد عليه من المكان ده، وباجي هنا عند الصفحة بتاعتي وأبدأ إن أنا أدخل الجدول زي ما احنا شايفين كده. الجدول دخل معايا، عاوز مثلا أصغر دي شوية، مثلا مسلسل الاسم، وأجي هنا عند الوظيفة مثلا. طيب طبعا المسلسل دي اللي هي فيها واحد واتنين طبعا، يعني شكلها لو نلاحظ كده بص شكلها كبيرة جدا يعني. انا عايز اصغرها شوية، باجي هنا عند بقف ما بين الصفين تمام العمودين، وبيظهر لي الأداة اللي احنا شايفينها دي، وبضغط وبمشي كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نفس الكلام بحرك كده. طب عاوز اجيب الكلام ده في النص بعمل ايه؟ بحدد عليه مثلا، عايز اجيب حرف الميم او المسلسل والاسم والوظيفة في نص الكلام. عندي حاجة اسمها لاي اوت، بضغط عليها وابدا اختار الشكل اللي انا عاوزه فوق تحت شمال يمين، وليكن انا عملتها في النص. نفس الكلام هجيب دول برضو في النص، بحدد عليهم وبختار بالشكل ده. الاسم مثلا محمد خليفة عبد الوهاب مثلا، وظيفته ايه؟ طيار. ماشي. احمد حسن عبد الله مثلا، وظيفته ايه؟ مهندس. طب عاوز اجيب الكلام ده في النص، نفس الكلام قلنا بحدد عليه بختار اللي اوت واجيبه في النص زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نفس الكلام دول بجيبهم في النص كده. عرفنا ازاي نعمل الجدول. طب انا عاوز اضيف مثلا صف جديد، بعمل ايه؟ تحت كلمة احمد حسن ومهندس عاوز اضيف صف جديد، بعمل ايه؟ عادي جدا بقف في اي مكان، بضغط كليك يمين وبختار انسرت. انا عاوز اضيف صف، الصف يعني رو. طب الصف ده انت عاوزه above فوق الكلام ده ولا تحت؟ لو انا عملته تحت هيظهر لي تحت زي ما احنا شايفين، لو انا عملته فوق هضغط كليك يمين واختار انسرت واعمله above، بيعمله لي زي ما احنا شايفين فوق. يعني انا بختار فوق او بختار تحت بحيث ان انا ازود اي حاجة انا عاوز ازودها. مثلا احمد عبد الله مثلا وظيفته ايه؟ مثلا جزار، اي حاجة تمام. عاوز اضيف عمود جديد، طيب بضغط في اي مكان هنا، انا عاوز اضيف مثلا العمود هنا، بضغط كليك يمين وبختار انسرت. طبعا العمود كولوم، انت بقى عاوز العمود هنا يكون ليفت ولا يكون رايت زي ما انت عاوز، هعمله مثلا رايت. طيب زي ما احنا شايفين خرجت معايا خرج معايا الجدول بره البوردر اللي انا عامله، مفيش مشكله خالص. ببدا ان انا بحدد على الجدول وببدا ان انا ادخله بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وابدا انسق الكلام بحيث ان انا ممكن اكتب في العمود ده مثلا الحاله مطلق ارمل متجوز متزوج عازب اي حاجه اي حاجه يعني تمام. برضو نفس الكلام بجيب حدد عليه، بجيب الكلام ده في النص عشان يبقى مقارب او مقارب لبعضه. ممكن اكبر الكلام ده واصغره، باجي هنا بحدد عليه بختار الهوم وبكبر وبصغر زي ما احنا شايفين كده عادي جدا بمنتهى السهولة. بصغر مثلا الكلام ده شوية زي ما احنا شايفين، ادي شكل الجدول بتاعي. وعشان ما اطولش عليكم، دي كان دي اول حلقة هنبدأ فيها مع بعض، وان شاء الله هبدأ معاكم سلسلة حلقات هنبدأ نشرح فيها كل شوية حاجة. اعتقد بالشكل اللي احنا شايفينه ده يعني احنا فهمنا الورد يعني بشكل مبسط، عبارة عن خطاب او جداول، وابدا ان انا انسق الخطابات او انسق النصوص ونسق الجداول بالشكل اللي احنا شايفينه. عرفنا مع بعض ازاي ننسق الصفحه بتاعتنا، وعرفنا مع بعض ازاي نغير الفونت بتاع الصفحه بتاعتنا، وكمان عرفنا ازاي نعمل جدول، وكمان عرفنا ازاي ننسق الجدول بتاعنا، وازاي نعمل بوردر جوه الصفحه، ونظهر كمان الرولر عشان خاطر نحدد فيها او نحدد بيها حواف الصفحه بتاعتنا.
بتمنى الشرح بتاعنا النهارده يكون عجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وحاولوا تشيروا الفيديو على الاكبر قدر ممكن من الناس، وانا ان شاء الله ابدا انزل لكم بسلسله شروحات تانية على برنامج الورد، وان شاء الله كلكم هتستفادوا منها. شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.